السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشباب شابات بيولوجي المغرب والعالم كذلك، العلماء اللي معنا في الصفحة، نبي رضوان كما العادة. دابا نحن الآن مع طالب باحث من جامعة ابن زهر الأستاذ حسن عدسين، اللي قائد مزيان في البحث العلمي، تبارك الله عليه، عنده أكثر من 14 البحث العلمي اللي مخرجو، زائد البحث ديال الدكتوراه، زائد بزاف ديال الأمور. البحث ديالو كان في جامعة ديال ابن زهر، ومع بشراكة مع جامعة تولون الفرنسية. كنا أولين أننا ندوزو معكم في اللايف مباشرة باش تطرحوا أسئلتكم، واللي بغيتو حول أي استفسار في المسيرة الدراسية، في البحث العلمي، في كل شيء، في الإشكالات اللي هذا زعما ما كفاناش، ما وقعش الأسباب خارج عن الإرادة ديالنا. اليوم طلبت منكم أنكم ديروا أسئلتكم اللي غادي يقدر يطرحها، كاين اللي طرح لنا أسئلة نحاولوا نجاوبوا عليها باختصار، وانا نطرح عليه اسئله اللي كنعتقد انكم كنتوا غادي تطرحوها عليه. استاذ حسن، كاين بزاف اللي عنده داك التخوف ملي كيدخل لافاك، وشنو غادي ندير، واش غادي ننجح في الاجازه، واش غادي نسير، واش غادي ننجح، واش غادي نوصل، واش غادي يقبلوني في الماستر، واش غادي نقدر نكون انا من الطلبه الباحثين ديال الدكتوراه في المستقبل. تقدر تقول لهم وتجاوبهم على التخوفات ديالهم هذه. أولا السلام عليكم، حسني حسين، طالب سلك الدكتوراه بجامعة ابن زهر. مهم فيما يخص القراية في لافاك راه باينة، مهم خصو يكون بنادم يختار التوجه ديالو من الأول. مثلا شديتي باك اس في تي، عندك ميول للبيولوجي خصك تاخد البيولوجي، عندك ميول للكيمياء خصك تاخد الكيمياء، عندك ميول للفيزياء خصك تاخد الفيزياء، حيت ميمكنش تعطيه شي حاجة وانت ما حملهاش. دونك هذوك 3 سنين الاولى كتكون العام الاول كيكون هو العامل المحدد ديال المستوى الدراسي ديالك على مستوى الاجازه. دونك في المستوى الاول خصك لابد تكون واحد لو سويفي ديال لي كور، يقدر دير واحد البروغرام مثلا يكون ديال سيمانه، ديال شهر، ديال يومي مثلا، باش تراجع مثلا لي تي ديال اللي درتي تعاود تراجعهم في الدار، الكل عاوتاني تعاود دير الخلاصات لي نوط اللي يكون ديال النقاط المهمه، ومن بعد باش ان شاء الله تفاليدي الى فاليديتي العام الاول راه تمشي مزيان في لا ليسونس. لقيتي مشكل في العام الاول في السيمستر الاولى، غتلقى مشكل في السيمستر الثانيه، غتلقى مشكل عاوتاني في لي بريغوكي ديال العام الثاني وكذلك العام الثالث. دونك خص الواحد يدير واحد البرمجه ديال الخدمه ديالو، ويكون تكون المراجعه ديالو موازيه لداكشي اللي كيدير، ويطلع من بعد على في ايام ديال البريباراسيون على كتب توجيهيه ديال لي تي دي، ديال لي تي بي، ديال هكا باش يكمل مزيان في لا ليسونس. بالنسبه للناس اللي عندهم اللي كيشدوا لا ليسونس، كيكون عندهم تخوف ديال واش غادي نقدر نقبل في الماستر، شنو تقدر من تجربتك تقول لهم؟ دونك من ليسونس، حيت من ليسونس كيبان التوجه ديالنا، واش كاين مثلا اللي كياخذ لا ليسونس كيمشي للتعليم، ولا كيمشي حيت كيكون عنده شي ضرورات ماديه خصو يمشي يقلب على خدمه. والناس اللي بغاو يكملوا مثلا في لي ماستر راه كيكون عاوتاني دي كونديسيون باش تقبل في ماستر. مثلا خصك عندك او موان تكون عندك مونسيون مثلا ما بين اس 1 حتى اس 2. وواحد النقطه اخرى، النوت ديال ليسونس راه ماشي هي ديال اس 5 وديال 6، راه من اس 1 حتى اس 6. هنايا كيكونوا مثلا فاش كدفع الماستر كيكونوا على في السيستيم قديم، كديك ساعه بري سيليكسيون كدير لوغال كتدخل ديريكت ديك ساعه، وكتكون لينا واحد لا نوت. مثلا جبتي لا ليسونس 3 سنين راه عندك واحد لا نوت، مثلا عندك 5 بوان، مثلا جبتيها في 4 سنين كينقصوا لك مثلا عندك 3 بوان، عندك دي مونسيون راه عليهم دي بوان، عندك دي ستاج راه عندهم دي بوان. دونك بنادم خصو يجمع بين ثلاثه الحوايج، لي مونسيون، لي ستاج الا كانوا، ويجمعوا ثاني في اللغه اللي يكون الفرونسي ديالو مزيان باش يقدر يكومونيكي داكشي لونفي ديالو، لا باسيون ديالو لا سيونس في لونتروتيان اورال. بالنسبه للناس اللي كيفوتوا هاد الاسئله هذه، وكيسولوا كيكون عندهم واحد كما كنقولوا واحد الفضول حول اشكاليات البحث العلمي في المغرب ولا في الدول العربيه المجاوره ولا في اي دوله كما كانت، واش نقدروا نقولوا باننا في واحد الصيروره ولا واحد الاتجاه ديال البحث العلمي اللي نقدروا نقولوا الحمد لله راه عندنا شي حاجه ولا لا؟ البحث العلمي في المغرب، المهم البحث العلمي في المغرب الاشكاليه ديالو راه عميقه بزاف.
اولا جاي من 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 الحكومه ولا من الوزاره المختصه ولا من الدوله، لانها ما كتعطيش الفلوس باش مثلا تجيب ماتيريال مثلا في البيولوجي ولا في الشيمي ولا في الفيزيك، تجيب ماتيريال مثلا ديال كاركتيريزاسيون ماتيريال اللي كيديروا مثلا ديفراكسيون رايون زيكس مثلا كدير 300 مليون، لو ميب تا هو كيدير تقريبا 500 600 مليون 700 مليون، يعني ما كاينينش لي مويان. يعني الطالب اش كيدير فاش كيدخل دكتوراه؟ الاغلبيه كيدير دي بروجي ديال سيمولاسيون ديال بي سي، كيخدم في بي سي مثلا انفورماتيك، كيخدم في بي سي سيمولاسيون ديال شي فيرون، كيخدم في بي سي. دونك الاشكاليه هنايا كاينه في المساهمه ديال الدوله في البحث العلمي. دونك المساهمه راه تقريبا ديال المغرب راه ما كتجاوز مثلا 0.1% من المنتوج الداخلي، من الناتج الوطني بي ان بي. واشكاليه اخرى هي ان العلوم كتواجد ثاني كاينه بالانجلي. دونك كاين مشكل مثلا في التعليم في المغرب، راه كاملين كتعرفوا بانه فرونسي. دونك كتلقى واحد المشكل، كاين مثلا دي زونكادرون اللي باقي دي بروفيسور اللي باقي واحدين شويه في الانجلي، والطالب حتى هو الثاني كيكون واحد شويه في الانجلي. دونك الاشكاليه هنا خص بنادم يحاول يتعلم انجليزيه، لان هي العلوم الان والبحوث العلميه راه كتنشر بالانجليزيه. يحاول يدير مثلا سونتر ديال الانجلي، يحاول ياخذ عاوتاني لي بوبليكاسيون بدل ما ياخذهم ويترجمهم، ياخذهم وينهل العلم بالطريقه ديالو بالانجليزيه. وكاين واحد المشكل اخر ديال 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 لي بوبليكاسيون، فاش حيت العلوم اصلا كتنتشر بالانجلي. دونك خصنا نحاولوا في المغرب باننا ننشروا في مجلات اللي هي مفرطه في لي باز دو دوني اللي هما معروفين، حيت فاش كتجيو كنحسبوا لا برودكسيون سيونتيفيك ديال كل دوله راه ما كنحسبوش كل شيء، حيت كاين اللي كينشر في مجلات اللي هي وهميه واللي كيسميوها لي غوفي بريداتور بريداتريس. هاد لي غوفي هادو ما كيتحسبوش، بحال دابا انا كنبوبلي فيها ما كيتحسبوش للمغرب. يعني خصنا نبوبليو في مجلات اللي هما مفهرسه، مثلا اللي كاينين في سكوبيوس، اللي كاينين في ويب اوف ساينس. هذا اللي كيرفع التاثير ديال لا برودكسيون سيونتيفيك في المغرب. ونتمناو انه من هاد الوزاره ترفع مثلا من المنح اللي كتعطى للطلبه في صيف الدكتوراه. نتمناو من الجامعات يعقدوا شراكات ما بين الجامعات المغربيه والجامعات الاجنبيه. نتمناو ايضا من الوزاره تساهم في انشاء مراكز للبحث العلمي. مثلا كاين واحد مركز بحث العلمي في المغرب اللي هو الثاني راه كاين في الرباط. نتمناو هاد المشاريع ينتشروا باش ان شاء الله تكون لا برودكسيون سيونتيفيك ديال المغرب تكون طالعه. انت كطالب باحث هو هذا وصلتي تقريبا في النشر ديال البحوث ديالك الى 14 بحث، كيفاش قدرتي تنتج 14 بحث في واحد المده زمنيه اللي هي قصيره واللي تحسب لك؟ لانني شخصيا انا كنعرف اساتذه ما قدروش ينشروا حتى 8 ولا 7 بحكم انهم داخل الجامعه وداخل المجال ديال البحث العلمي. زعما في البحث ديالي العام الاول المهم كنت دابز مع البحث العلمي ديالي هكا كنقلب ما توفقتش باش ننشر حتى العام الثاني. عاد نشرت ديك الساعه اول بحث ديالي في العام الثاني، ودابا رانا انا في العام الرابع. في الاول لقينا مشاكل فمثلا درنا واحد الماتيريو كاركتيريزيناه ما لقيناش داكشي هو هذاك، عاودناه وكنا باغيين كاع نبدلو سوجي. طر واحد النهار درت واحد الاناليز، درت واحد البريباراسيون، درنا الاناليز باق بانت لينا ديك الصوره ديال واحد لوريجيناليتي ديال واحد المشروع اللي يقدر يعطي بزاف من بعد. دونك من داك الارتيكل كيخرجوا دي زيد اخرين. مثلا كتبت واحد البحث علمي الاول ديالي وقلت شنو اللي ما درتش في هذا البحث العلمي ديالي، شنو اللي باقي خاصني باش نكمل هذا البحث. نصب ديك الورقه البحثيه، مشيت عاوتاني من خلال داك العمل اللي درت افكار اخرى اللي هي ناخذ شي حاجه اللي ما درتش داك البحث وكنديرها في بحوث اخرى، وكنقرا بحوث اللي هما عندهم علاقه وطيده مع داك البحث، وكنحاول نشوف الناس اشنو ما داروش داك البحث ديالهم. داك البحث ديالهم اشنو خاصو، داك البحث شنو خاصو كنشوفو انا وكنديرو. وتوفقت في الصدد هذا، والحمد لله راه نشرت تقريبا 14 بحث اللي هما كاينين في مجلات عالميه مرموقه. هنا كاين واحد السؤال من طالبه ولا من مشاركه ولا من فهم انا من صحا كتقول لك اون فرونسي كومون ديفلوبي لا ريشيرش او ماروك ساشون كو لو بودجي اي تري فابل كما قلنا دون سو دومين.
sachant aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants chercheurs compétents et capables de donner des meilleures études s'ils ont les moyens. On a tous des capacités, on veut montrer au monde que le Maroc existe alors qu'il est avec peu de moyens. Je trouve ça difficile, ce qui complique la tâche aux étudiants. هذا المشكل تعدنا عليه لانه مشكل ديال لو بودجي اللي هو مخصص للبحث العلمي اللي هو ما كيتعداش مثلا 0.1%. وكاين مشكل اخر ديال كما قلتي النقطه الثانيه ديال لي كومبيتونس ما نكروش بان المغرب فيه دي كومبيتونس. انا شخصيا كنعرف دي زيتيديون اللي هما كون توفرت لهم الظروف راه يديروا محسن. لانه المشكل ديال المغرب لانه ما كاينينش كما قلت ما كاينش الماتيريال اللي خاصك تخدم به. كنشوف مثلا فاش مشيت انا للدراسه بالخارج في اطار الشراكه مع جامعه تونو شفنا بانه الدراري موفر لهم تما كل شيء ولكن ما كيستطعوش يفوتوا واحد العتبه ديال اربع مقالات علميه ولا خمس مقالات علميه. وفي نفس الاطار مغاربه كاينين تما توفقوا باش ينجوا اكثر من البحوث العلميه وتوفرت لهم ظروف. يعني ان شنو المغرب شنو خاصو؟ خاصو كما قلت خاصو مراكز بحثيه اللي كتوفر الطالب سميتها فاسيليتيز اللي كتوفر ليها لي زاباري لا بارياج باش يقدر يدير الكاركتيريزاسيون ديال البحوث ديالو. مثلا في البيولوجي كتحتاجو السبيكتروسكوبي انفراروج مثلا كتحتاجو ايضا لاش بي ال سي كتحتاجو شحال من حاجه. دونك حنا في الشيمي مثلا الشيمي الفيزيك كيحتاجو مثلا ديفراكسيون دايون زيكس لو ميب الغامون الميكروسكوب الكترونيك اون ترانسميسيون هادو خصهم يوفروهم الناس على الاقل. هذه اقل حاجه خصهم يوفروها الدراري باش يمكن هذاك الورقه البحثيه ديالهم يعطوها واحد الطابع علمي. يعني هو ما جاش دير غير بريباراسيون ودير تريتمون ديال لي ريزولتا قلال ليديتور ديال شي جورنال ما غاديش يقبل لك هادشي. يقبل لك شي دراسه اللي هي تكون مناقحات ومزيانه وفيها بزاف ديال لي باراغراف وتكون معلومات اللي هي بريسيز وتكون عندها علاقه بالاكتواليتي سانتيفيك ديال دابا. شكرا سي حسن على هذه المعلومات اللي هي قيمه واللي تنفع بزاف ديال الناس. كنصيحه اخيره شنو تقدر تقول للمقبلين على 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 هذا العالم هذا والمقبلين على الاجازه ولا على الماستر ولا على البحث العلمي ولا على الدكتوراه؟ كلمة ديالي هي انه لافاك ما كتعنيش بالضروره انك فشلتي باش تدخل لافاك. لافاك راه واحد العالم اللي هو زوين اللي هو معقد. الا دخلتي من الاول عرفتي بانك حددتي واحد مجموعه من الاهداف وقررتي بانك توصل حتى للدكتوراه كاع وتولي كاع ان شاء الله تولي بروفيسور راه غادي توصل. المهم هو تسطر شي اهداف في الاول وتتبعهم وهذا الشيء كيجي غير بالمثابره والمراجعه وان شاء الله يكون الخير والتوفيق. شكرا ان شاء الله. شكرا.